والله يا أخوان، والله يا أخوان، كلمة السر في صلاح الصالحين وفي فساد الفاسدين هي الصاحب. شايفين كل الصالحين اللي بتعرفون، كلمة السر بصلاحهم بعد توفيق الله الصاحب. شايفين كل المجرمين والحشاشة والتالين القتلة والرزلة، كلمة السر في فسادهم الصاحب. يلي بيدخن مين علمه السيجارة؟ رفيقه. يلي بيتناول مخدرات مين علمه المخدرات؟ واللي بيروح بيوقف على مدارس البنات مين علمه وقف مدرسة البنات؟ أبوه يعني علمه، رفيقه. واللي بيحلف الطلاق كتير مين علمه الحلف والطلاق؟ رفيقه. اللي بيحكي كلام رزيل منين جاب كلام الرزيل؟ رفيقه. بالعكس، اللي حفظ القرآن الكريم مين كان سبب حفظه؟ رفيقه. اللي بيحضر بالجامع مين جابه على الجامع؟ رفيقه. أنا كنت صف تامي، رفيقي. الله يزيد خير، الله يزيد خير، الله يزيد خير، الله ينزل عليه الخيرات والبركات والرحمات والأنوار والأسرار من يومنا هذا إلى يوم النشر. فضل علي وعلى أولادي وعلى عيلتي إلى يوم القيامة، لأنه بس قال لي كنا صف تامي، قال لي شعال تروح معي على الجامع؟ قلت له رحت علقت السنارة. شايفين يا شباب الرفيق الصالح؟ الرفيق الصالح بيقول لك تعا روح على الجامع تعلق السنارة، والرفيق الفاجر بيقول لك خذ لك سحبة منهم، تاخذ سحبة وتصير حشاش. نسأل الله، الله لا يوفقه، الله يكسر ايديه، الله يصل لسانه، الله يخرب بيته. لكن الرفيق يا شباب نصيحة لوجه الله تعالى، نصيحة لوجه الله، الرفيق الصالح يعني عض عليه بالنواجذ، الرفيق السيء الفاجر أرجوك اتركه. والله لو بتكون أصلح الصالحين أنا بخاف عليه. أنا بدي أسألكم، مين أصلح رجل على وجه الكرة الأرضية في الأولين والآخرين؟ مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا حزبكم، في حدا بيقدر يأثر على النبي صلى الله عليه وسلم ويبعده عن طريق الصلاح؟ ما في. اسمعوا بالله ماذا قال الله تعالى في سورة الكهف، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أول كلمة شو هي؟ واصبر نفسك. الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد اصبر نفسك مع الصالحين. أما سامحني، القعدة مع بعيد من هون يعني الأشرار ما بده شيء، قعدة مع الأشرار جيب هالشو الأرجيلة تبعها وجيب الشدة وتعال، وشو بدك احكي رزالي، وشو بدك تضحك، وقد ما بدك علي صوتك بالضحكة، ها 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 ها، رابوا عليك، وصراخ قد ما بدك، ومد رجليك، وسب قد ما بدك، هيك، هدون هيك مستوى، أما الصالحون مو هيك. بس نصيحة والله، الرفيق الصالح يأخذك إلى مجمع الخيرات.